أصدر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بياناً عن انتهاء فترة عمل السفير دوغلاس سليمان في العراق، مبينة أن العراق أحرز تقدماً على مدى العامين والنصف الماضيين، بالرغم من صعوبة رؤية ذلك التقدم في خضم الضجيج السياسي. وأعرب سليمان عن امتنانه بالعمل كسفير لبلاده في العراق، مؤكدا أنه بناء على طلب الحكومة العراقية ما زال هناك أكثر من 5000 جندي أمريكي، مبينا أن العراق يجب عليه أن يحمي سيادته من خلال تأمين حدوده وبناء قوات أمنية تأتمر بأمر الحكومة لوحدها، والعمل على تحرير اقتصاده من الفساد والمعوقات البيروقراطية، وعلى العراق أن يبقي أبوابه مشرعة للعالم وأن يزيد من تأثيره في العالم.